فضيلة الشيخ، وردت عدة أحاديث عن لبس المرأة المسلمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تشابهت علينا، أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح كيفية لبس المرأة الملتزمة في الوقت الحالي والكيفية نريدها في جميع الملبوسات هذا العصر، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الألبسة الحل والإباحة حتى يقوم دليل على التحريم، لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. ولقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذه القاعدة يجب أن نبني عليها حكم ما يلبسه الرجال والنساء، فنقول الأصل في ذلك الحل حتى يقوم دليل على التحريم. ومما جاءت الأدلة بتحريمه أن تلبس المرأة لباسا يختص بالرجل أو يلبس الرجل لباسا يختص بالمرأة، لأن هذا يكون من باب التشبه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا واحد. ثانيا، مما ورد تحريمه تشبه بالكافرات، بمعنى أن يلبس الرجل لباس الرجال لباس رجال يختص بالكفار لا يلبسه غيرهم، أو تلبس المرأة لباسا يختص بالنساء الكافرات لا يلبسه غيرهم، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن التشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأن التشبه بالقوم يؤدي إلى احترامهم في الظاهر وإلى اعتزازهم بتقاليدهم وما هم عليه قال أهل العلم، ولأن التشبه بهم في الظاهر قد يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن في العقيدة والأخلاق، وبهذا يهلك المسلم وينسلخ من مقومات دينه الظاهرة والباطن. رابعا، مما يحرم لبسه أن يلبس الرجل ذهبا خواتم أو قلادة أو أسورة أو غير ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الذهب على الرجال، حتى أنه قال لرجل رأى عليه خاتم ذهب: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو قال في أصبعه، ثم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبع الرجل وطرحه. وأما النساء فلهن أن يلبسن من الحلي ما جرت به العادة من ذهب أو فضة أو غيرهما، بشرط أن لا يشتمل على محرم. ومن الأشياء المحرم هو الخامس، أن يلبس الإنسان ما فيه صورة من ثياب أو فنايل أو أخمرة أو سراويل أو غيرها، وكذلك ما يفعله بعض النساء من لباس حلي من الذهب أو من غير الذهب على شكل حيوان ثعبان أو فراشة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا محرم، وذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، واستحاب الإنسان للصورة في لباسه من أعظم ما يطرد الملائكة عن دخول البيت. ولا فرق في هذا بين الصغار والكبار على القول الراجح، وقد ذكر فقهاء الحنابلة قاعدة في هذا الباب مهمة، وهي أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ. ومن ذلك أن اللباس المحرم أن يلبس الإنسان ما لا يستر عورته كما يفعله بعض الناس من الرجال، حيث يلبسون ثيابا خفيفة تحتها سراويل لا تستر ما بين السرة والركبة ثم يصلون فيها، فإن هذا من اللباس المحرم الذي لا يحب ولا يجزئ في الصلاة. وكذلك بعض النساء يلبسن ثيابا قصيرة أو ضيقة أو خفيفة يرى من ورائها الجلد ويرى من ورائها الضيقة في الضيق حجم البدن كأنما فصل الثوب عليه تفصيلا لازقا به، فإن هذا حرام على المرأة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم ثياب كأناب البقر يضرمون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا. والأفضل في لباس المرأة أن يكون ساترا من رؤوس الأصابع بالكفين إلى القدمين، والستر بالنسبة للكف قد يكون بثوب ضاف طويل الكم، قد يكون باستعمال القفازين، فإن لباس القفازين للنساء كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما تجتنبه المحرمة قال ولا تلبس القفازين، وهذا يدل على أن من عادة نسائهم في ذلك الوقت لباس القفازين لأنه يستر الكف. أما بالنسبة للباس الرأس إن المرأة تلبس خمارا تستر به رأسها وتستر به وجهها أيضا عن الرجال الأجانب، لأنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الأجانب لدلالة الكتاب والسنة على منع ذلك ودلالة النظر صحيح سليم على أنه لا بد من ستر المرأة وجهها لما في كشفه من الفتنة التي قد تؤدي إلى الفحش. هذا ما يحضرني الآن منعه من اللباس، وقد يكون هناك أشياء أخرى غابت عني الآن، ولكن القاعدة التي أسستها أولا أو التي بينتها أولا وهي أن الأصل في اللباس الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وذكرت في ذلك آيتين من كتاب الله وهما قول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وربما يضاف إلى ذلك آية ثالثة وهي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سواء هنا سبع سماوات وهو بكل شيء. بارك الله فيكم.